من اعلى من 12 لغايه 35 بار، وهاي بريشر ووتر نست اللي هو ضباب عالي الضغط اللي هو من ايه من اول 35 من فوق 35 بار لغايه 300 بار. تمام. طيب ايه الفرق ما بينهم غير ان ضغوط التشغيل؟ الدروبلتس، قطر حبايه الميه بتاعت الدروبلتس، ودي هنجيبها بكره باذن الله ونتفرجوا على الشط شكلها عامل ازاي. تمام. قطر حبايه الميه حضرتك في اللو بريشر ووتر نست من اول 1000 مايكرون، من تحت 1000 مايكرون لغايه 300 مايكرون، ده اللي هو بريشر ووتر نست. الانترميديت من 300 ل 150، الهاي من 150 فما تحت. قطر حبايه الميه كل لما الضغط بيعلى كل لما القطر بتاعها بيقل. طيب دي زي ما قلت لك حضرتك مفيش حاجه اسمها ايه ليها ميزه فوريفر وعيب فوريفر، لا كل حاجه ليها ميزه وعيب. الووتر ميست سيستم بكافه انواعه تقدر تستخدمه لاطفاء جميع لاطفاء حرائق الكهرباء. ايه ده؟ ده الميه ما كانتش تنفع مع الكهرباء زمان وكنا بنقول لا لا، ده المره دي بقى عملناها كده. الووتر ميست موجود يطفي بيه حرائق الكهرباء، ما فيهاش مشكله خالص. ودي موجوده فين؟ اللي هتستغربوا له موجود عند حضرتك في الجزء الرابع في اخر فصل، في الجزء الرابع في اخر فصل في كود الحريق المصري. الجزء الرابع في اخر فصل في كود الحريق المصري. تمام؟ طيب الكتاب هنا اهوت عندك الووتر ميست سيستم عندك موجود في شابتر كام؟ الكتاب بس هتلاقيه عند حضرتك لو ده عايز يتفرج عليه او عايز يشوفه يعني، ويقعد يسمع عنده بيصمم ازاي. عند حضرتك صفحه شابتر 8، شابتر 8 الفصل رقم 8 هتلاقي حضرتك، وفصل رقم 10 8 و10 في الكتاب بيشرح صفحة لا شابتر شابتر 8 الشابتر بالكامل فصل كامل حضرتك. تمام. ازاي تستخدم الووتر ميست سيستم. تمام. وشكل الرشاش بتاعك بيبقى بالمنظر ده. اللو بريشر ووتر ميست بيبقى شكله عامل ازاي؟ اهو وراكب على الترانسفورمر بيطفي بيه الترانسفورمر وطفي بيه الكابلات بتاع التراكات. طب الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تستخدم فيها لو بريشر ووتر ميست ضغط منخفض، تمام، اللي هي الداتا روم او الداتا سنتر، عشان بس المذر بوردز نفسها ما تتحرقش من الايه؟ من المايه المتكثفه. ما حصلش نسبه دامج عاليه، لكن كده كده هتطفي الحريق، لكن نسبه الدامج هت ايه؟ هتزيد. طيب تاني تاني اللو بريشر حضرتك بتطفي بيه كل حاجه. تمام؟ ما عدا مشكلته اللي فين؟ في الداتا سنتر، لان الداتا سنتر هيطفيها، ولكن نسبه الدامج الميه هتتكسر، فالميه لما تتكسر هت ايه؟ هتبوظ الايه؟ البوردات. انا عشان كده بستخدم الهاي بريشر ووتر ليست. طيب العكس صحيح فين بقى؟ الهاي بريشر ووتر ليست ما اقدرش استخدمه في الايه؟ المخازن المفتوحه. زي ما هتتفرج كده على فيلم، فيلم لطيف قوي كده اهو، تبص تتفرج عليه. لا دي بتاع انا. تمام؟ بص حضرتك. الهاي بريشر ووتر ميست. انا واخده عشان بص شايف؟ ضغط كام؟ ضغط التشغيل كام يا جماعه؟ 4 بار. 4 بار. جاست 4 بار. تمام؟ 4 بار. بص انا هنا عملت ازاي؟ ومخزن مفتوح. مخزن ايه؟ مفتوح. يا ريت بس ايه؟ نحسب الوقت. انا طفيت هنا كام ثانية؟ 41 ثانية. 41 ثانية. ها؟ الناس اللي عندها حرايق خزانات البترول في السويس كام يوم؟ أربعة أيام. أربعة أيام، أنا هنا في كام؟ طيب، شوف بقى الإيه؟ لا مش هاي بريشر، أصل ده ما ينفعش هاي بريشر. رحت أنا عايد الاختبار تاني. عدنا الاختبار بتاع الحريقة مرة تانية، ورحنا عملنا إيه بقى يا سيدي؟
رحنا جايبين مصدر الاشتعال مصدر الاشتعال جوه الايه اهو نركز هنا اكتر يبين اكتر عند حضرتك نلون اكتر بص شايف مصدر الاشتعال هنا ايه جوه واخد بالك اشتغل عند كام عند الدقيقه او عند الثانيه 23 تمام بص الشارع عند الثانيه 23 حصل ايه وايه كنت حاطط كمان اثنين ويل برين مولع فيهم والمصدر الحريق اهو تمام رحت مشغل عليه عند 23 ثانيه عند الثانيه 23 شغال وان هو دقيقه وسبع ثواني يعني في اقل من يعني تقريبا حاجه 35 ثانيه فقط ايه رايك ده لو بريشر ووتر ميست طب هنا ما ينفعش ليه هاي بريشر ووتر ميست عشان قطر حبايه الميه ان هو هيبقى خفيف مع وجود الهواء هيطير فشوف بقى عكس ازاي فعشان كده بقول لك ايه اوعى تقول ان في حاجه احسن من حاجه فور ايفر كل حاجه ليها ميزه وليها ايه وليها عيب تمام ارخص حاجه في العالم في اطفاء الحريق هو الووتر ميست سيستم او اللو بريشر ووتر ميست سيستم ضباب منخفض الضغط شركات البترول دلوقتي يا دكتور شغاله بالووتر ميست ولا برضه بالفوم؟ لا بنشتغل فوم وبنشتغل لوكس ميست لا التنكات الكبيره دي اه انا بشتغل الاثنين بشتغل فوم فين حضرتك؟ بشتغل فوم على الاويل سطح الاويل جوه التانك بحقن لا من فوق اللي لان الفوم بيعمل طبقه عازله تمام على وش التانك فخلاص يبقى منعت الاكسجين عنها طيب وايه تاني كمان؟ ببرد جسم الخزان باللو بريشر ووتر ميست مش بالميه العاديه تمام الميه العاديه هتاخد كميه ميه عاليه جدا كبيره جدا تمام فهتكلفك كتير ايوه يا فندم هو احنا بنطفي الكهرباء بالووتر ميست اه فما بيحصلش مثلا ليه ما بيحصلش شورت سيركت ولا بيحصل لا ليه بقى؟ الميه نفسها بتبقى معالجه مثلا لا في حد قال لي ان هو معلومه لطيفه بيقول لي انا حد كان بيقول من شويه الميه متقينه ورومانش ما انا عارف بس مش عايز اقول عشان المعلومه غلط اصلا تمام عشان ما احرجكش الموضوع مش كده خالص الموضوع احنا جبنا الووتر ميست منين يا جماعه؟ من 1800 من القرن ال 1850 1860 اكتشفنا ان المحولات في لندن اللي هي مدينه الضباب ما بتتحرقش. محولات في لندن ما بتتحرقش. جت من ممكن تولع تبقى ايه مش تولع تتحرق حاجه اسمها سيلف دامج كويس او سيلف هيتنج بس لكن ما تعملش حراره وحريقه وبتاع خالص. ليه؟ لان نسبه البخار جوه كلمه ضباب يعني مدينه الضباب ليه عشان بخار الميه جوه المكان او جوه البلد تمام عالي طب لما بخار الميه يعلى ايه اللي يحصل نسبه الاكسجين تقل وده زي ما بيحصل عندك في اسكندريه اسكندريه وقت الصيف الرطوبه بتعلى صح طب لما الرطوبه تعلى الناس اللي عندها رب تتخانق مش قادر اخد نفس صح مش قادر اخد نفسي ليه؟ لان نسبه الاكسجين في الجو قلت فيبقى كده معدل وجود حريقه بنسبه وجود اكسجين اقل من 21% هتحصل ولا لا؟ لا فعشان كده هو بيعمل ايه ان هو السيستم ده او الووتر دي سيستم عامه سواء كان هاي او لو او ان هو بيقلل نسبه الاكسجين فين؟ في الجو عن طريق انه يزود نسبه بخر الميه فين؟ في الجو خدت بقى حضرتك تمام مش عشان ان الميه متقينه او مش ميه متقينه خالص اللي حصل عند حضرتك ان هو عشان بس ايه ما حدش يقول لك بقى دي ميه متقينه وميه مش متقينه الكلام ده كلام تهريس اللي بيحصل حضرتك ان احنا في الهاي بريشر ووتر ميست بنحط فلتر عالي شويه عشان يبعد الريزيديولز اللي موجوده في الميه عشان ما تخشش على الفتحات بتاعه الرشاش واخد بقى حضرتك في السباحه
من فتحة الرشاش بتاعت فتحة النظر بتاعت الهاي بريش ووتر ميس وفعلا كده تبقى ميلي الميلي. انا مش عايز الايه التراب والحاجات دي كلها تبقى موجوده فين؟ ريزيديوز تبقى موجوده في الميه تمام. فمش باين الميه لا ده انا بحط فلتر بس بيخلي الميه صافيه كتير كتير ووتر. ادي كل قصه حكايه تزيين الميه والكلام ده كله بتوع هاي فوك بيشتغلوا عليك تمام؟ ما تصدقهمش الموضوع مش صح تمام؟ لكن هي الفكره ان انت حضرتك ان انا بزود الرطوبه بتاعت الجو فالاكسجين بيقل فالحريق بتطفي بس. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ سهل تمام؟ وللاسف انا معايا ان هو بس على بس الموبايل انا مركب اللو بريشر ووتر ميست في تانل تحت الارض كيما كيبل تريز بيطفي بيه. بس المشكله عند حضرتك فين؟ ان فعلا مين يحسبه؟ هي دي المشكله تمام؟ محدش بيحسب اللو بريشر ووتر بيبقى قلقانين منه مش قلقانين منه ومش عارف يحسبه ازاي. دي المشكله. لكن هو ارخص ارخص من الغاز في الشتاء. طيب برضو بيجينا تاني بخصوص الترانسفورمر. احنا واحد اوريدي كده كده الترانسفورمر بيبقى اوت اوف سيرف تمام. فاصبح بالنسبه لي كتله حديد فالميه عادي نهطف فيه هاي فوق بنسبه ما هي موجوده موجوده عند حاله الكتاب. ما انا بقول لحضرتك اللي احنا بنعمله هنستخدم الروتي شروط النس طبعا هنستخدم شروط النس ونحسن من غازات ونحسن اي حاجه ثانيه طبعا تمام. المشكله ان الووتر ميست في البلد مش كتير اللي حافظينه او مش كتير اللي فاهمينه فبيبقى خايف يعني هاي صار كاستشاري او كدفاع مدني او كمقاول ما اشتغلش بيه كتير ما اعرفوش فلسه عقبال ما تيجي ما ينتشر السيستم ده. لكن انا بالنسبه لي لسه الووتر ميست صعب. لو اديتك سنتر دوت فار ازاي؟ اديتك سنتر ازاي بقى؟ سوري بقى عملنا بروتكشن ميست فار ازاي؟ اجينست فاير داتا سنتر بنستخدمها غازات قصدك ولا ووتر ميست؟ غازات بيبقى انت عند حضرتك الداتا سنتر في ثلاث اماكن في الداتا سنتر. ايه هي؟ الريزد فلور. الريزد فلور يعني ايه؟ الارض الايه المرتفعه بتاعت الداتا سنتر عندها في 90 سم تقريبا او 60 سم تحت الارض عشان يمرر فيهم الكابلات بتاعت الداتا والكابلات الطاوله بتاعت الركاب. والمنطقه اللي هي ما بين الريزد فلور والفول سيلينج تمام دي المنطقه الثانيه والمنطقه اللي ما بين الفول سيلينج وما بين الايه السقف الحقيقي تمام. الثلاث مناطق دول لازم في كل منطقه خدت بقى حضرتك يبقى فيها انذار الي دبل نوك والماسوره بتاع توزيع الغاز هنا هنا وهنا خدت بقى حضرتك تمام. ده لازم يبقى ايه موجود. لما تيجي تحسب الفوليوم بتاع الغاز بيحسبه على ايه؟ على التوتال يعني فوق وفي النص وتحت تمام؟ ما تاخدش في نص بس وما تاخدش فوق تحت وتحت لا. لازم الثلاث ايه؟ الثلاث مناطق تحسب الفوليوم بتاع الغاز بتاعها. بس ادي كل القصه. تمام؟ اي سؤال؟ اي سؤال شباب؟ دكتور افرض حصل حريق في الجزء اللي جوه مين وجع؟ فانت ما هو نظر في عندك نظر جوه السقف يا فندم ما بين السقف الساقط وما بين السقف الحقيقي. على مسافه قد ايه يا دكتور؟ على مسافه قد ايه؟ يعني ايه مسافه قد ايه؟ يعني السقف الصوتي يبقى على مسافه قد ايه نحط نظر؟ لا 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 مش حاجه اسمها المسافه الصوتي يبقى على مسافه داتا سنتر في الثلاث سبيس حتى لو المسافه وما فيش كلام ده. لا انا هنا فهمت قصد حضرتك ايه. باشمهندسه بتقول ايه؟ بتقول طب لنفرض ان انا يعني عندي مول تجاري والمول التجاري ده تمام السقف الصائط ما بين المسافه ما بين السقف الصائط والسقف الحقيقي 20 سم 30 سم. الكود بيقول لي في المول في المول ما الكود بيقول لي ان السقف الصائط اكتر من 40 45 وفي كهرباء حط لغايه لو ما فيهوش كهرباء لغايه 80 سم يا سيدي ما تحطش تمام ما تحطش ايه ما تحطش فاير فايتنج ولا حاجه حط فاير الارم بس. هنا السيستم معكوس حضرتك. هنا الداتا سنتر مختلفه. ده مش 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 مول. الداتا سنتر حجمها مش كبير زي المول مهما جاب كبرها بس هي مساحه كويس المساحه بتاعتها ما بتبقاش ضخمه تمام. فانت لازم تامني الداتا سنتر لسبب فوق السقف وتحت السقف وفي النص. ليه؟ لان ثمن الراكات جوه غالي جدا
تمام؟ عن كمية غاز هتزوديهم جوه في السقف الصائد وعن انذار ايه؟ تمام؟ فإذا هو حضرتك في المسافة ما بين السقف الصائد والسقف الخرسانة غير محكومة في نظام الداتا سنتر، لازم تأمنيها هنا وهنا وهنا. تمام؟ أي سؤال؟ طيب هنا النهاردة خلصنا وخلصنا، أنا هديكم بقى بس نص ساعة خدت بقى حضرتك عشان بكرة من فضلك 8 الساعة 5 العصر بالظبط نتجمع عشان أشرح لكم ايه الشكل المعماري. عايزين نعرف بس ازاي نقرا لوحه. تمام؟ لا اللابتوب هيجي مع حضرتك النهارده لحد 2 3 4 هاتوا معاك الاربعه. اللابتوب هاتوا معاك الاربعه ليه؟ عشان هدي لك البرنامج بتاع الايليت سوفت وير، هعلمك عليه ازاي تسطبه، ازاي تسطب الايليت سوفت وير على البرنامج على الكمبيوتر عند حضرتك وتشتغل ايه، تحسب الاحمال او سوري تحسب الهيدرول كالكوليشن، تحسب كميه الميه والضغط بتاع الميه المطلوب منك قد ايه. تمام كده يا جماعه؟ اي سؤال؟ طيب من فضلك